مش عارفين نسلم. شوفوا البنات في المكياجات الحساب لا الحساب خرفة I've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cuz I came to the game and I changed it to play how I like rearranged it to my own. هاي خويخاتي جسبر تكونوا كلكم بخير وعلى خير. انتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم عارفه راسي قصرت معكم عارفه راسي غبرت عليكم بزاف ولكن البنات غير اسمحوا لي. اول حاجه كان عندي بزاف ديال الغرضات وثاني حاجه ضربني البرد ما عرفش انا المهم واحد الفيروس كاين في الشكل برد. المهم البنات ما عليناش وصلوني اليوم الحوايج البنات ديال فاشن نوفا اللي شحال وانا كنتسنى فيهم كنشدوا لي في الديوان شحال من حاجه كيفاش تعطلوا عليا المهم غادي نوريكم شنو واخديت من فاشن نوفا الحوايج ديال البرد ديال الشتاء وداك الشيء صراحه كاينين بزاف خفني فاشن نوفا البنات اللي كيبقاو يسولوني ديما كيفاش نكومونديو واخا ولا كيفاش نكومونديو البنات فاشن نوفا راه بحال اي سيت كتكومونديو كدوزوا لا كوموند ديالكم وكتخلصوا الديوان فهمتوا. هاد السيرفيت تاعي خديتها من فاشن نوفا يلاه وصلتني تاعي وصلتني من فاشن نوفا غير الصباح. اول ارتيكل غادي تشوفوه هو هذا شوفوا هاد لونسومبل شحال فن عندهم هادشي كاع مغالي ما عرفتش كيفاش غادي تقدروا تشوفوني. هادي سيرفيت خديتها اكس لارج كتجي طويله ومستوره البنات نقدر نلبسها ونخرج. انا اصلا البنات وليت كنقلب غير على الحوايج اللي نلقاها فيهم راحتي. ثاني حاجه البنات شوفوا هاد الجاكيطة الفنه عرفتوا انا كيحمقني الخزال البنات كنموت على هاد لي كولور انايا هاد الخزل المفتوح والخزل الغامق. المهم هادي كنت خديتها هذاك العام في الغوز وصدقات لي زوينه عاود خديتها هاد العام في الخزي فيها النوار وفيها البيج. المهم نقيسها لكم تشوفوا كيفاش كتجي هي كتجي قصيره ولكن رفنا البنات وسخون. هادي تلبسوها مع شي جين طاي اوت ولا شي حاجه بحال هكا. المهم رفا لي كولوغ الغوز ديالها فنة تاهي مكنتش خديت هداك العام راه مصورة بها في انستغرام نخلي لكم لافوطو هنايا. غادي ندوزو لتالت حاجة نبارطاجي معاكم الجاكيطة شنو هدا الوليد هدا البنات جيلي نواغ جيلي نواغ قصير هدا اكس لارج اكس لارج ولكن جاني بحال ولا جاني شوية صغير معرفتش. المهم مخديتش اكس لارج اكس لارج اصلا الحوايج ديال الشتا كتجبني ناخذهم اكس لارج باش ناخذ فيهم راحتي. يا البنات هذا الشيء اللي هذا البنات هو ما كيجيش طويل بزاف داير فحال هكا صراحه جمع هذا لونسومبل زوين واخا وليت كنبان بهاد الحوايج عرفت قداش مي با غراف غادي نرجعو للدار وجفن الصراحه عجبني كيما تخيلت الصراحه الصراحه. انا البنات راه كنحمق على الجيليات والله كيعجبوني. اوف يا البنات خديت لي اك فيك ولكن راه الكاليتي البنات واعره. شوفوا باش ما نكذبش عليكم انا شفت ديال شي ان شفتهم عند صحاباتي ماشي بحال ديال فاشن نوفا. ديال فاشن نوفا كاليتي خطيره مخدومين مزيان الحقيقه توقع. شوفوا كيفاش دايرين من الداخل فنين عجبتني هاد لاكولوغ هما فيهم بزاف ديال لي كولوغ فيهم البيج نوار الخزي هاديك البلون كاسي ولكن انا عجبني هادا عجب معايا زوينه. المهم هاد السبرديله هادي البوغوصا هاد السبرديله فن 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 كتصدق كتصدق عرفتي واحد الكاليتي امبوسي. شوفوا اصلا ديما الكاليتي ديال السبرديلات ديالهم خطيره باش ما نكذبش عليكم ديما ديما كيصدقوا لي السبرديلات عند فاشن نوفا فنين وكيطاولوا معايا ما كيتحلوا ما كطرا لهم حتى حاجه. واعره عرفتوا كيفاش كتجي في الرجل صون بالبيج تقريبا بحال هذه غير هي ما فيهاش القب. شوفوا نوريكم هي كتجي طويله من هنايا فهمتوا خديتها اوفر سايز تاع اكس لارج. المهم هادي تاهي لبسها مع شي جيله و جاكيطه. المهم بلاتي متحكموش دابا راه هادشي تا كتلبس عاد باش كيبان زوين سخونه و مقطنه. شوفو شوفو كيفاش مقطنه من الداخل هاد الديطاي اللي فيها ديال هاد الوريده اورونج و هاد الكتبه انا عجبني عجبني هادشي. خديت يا البنات هاد السريوي البيج كارغو هذا كارغو بيج شوفو خديت اكس لارج حيت انا بعدا كاع سراولي باش نقول لكم واحد المعلومه مابقى كاينش يقدي حتى شي سروال تخليوها بيناتنا كلشي صغار عليا يا ربي بغيت غير نضعف انا راه طايحه فواحد المشكله كبيره. المهم هذا خديته غير يقدي هذا خديته اكس لارج شوفوا
البنات انا معرفتش مالي مع الخزاد العمر كل كانت راسي بحال خديتو بزاف وقيله. شوف هاد التريكو، هذا تريكو ديال الصوف، هذا بحال هكا مع هاد الكارغو البياج مثلا غيجي زوين. ما بغيتش ناخذ كلشي ستريت، بغيت ناخذ شي حاجه فيها الانوثة. كتر الثانيه وقيله الثالثه هادي، شوفوا كيفاش دايره ديال الكوير من هنا في هاد لي ديتاي بحال هكا. المهم نقيسها لكم حتى هي باش تشوفوا اش كيتطاح تقير. كوك او ماي جاد، كلاسي كلاسي فينا البنات الجبال، بيرفكت. الكريك عشان تجي الكريك كيجي مع هادي ديال الكوير يجي واعر. هذا غرين واعر عرفتو، هذا كارغو البنات حتى هو نايس باهيلا. وهاد الساك البنات عرفتو انا هاد الساكين ديالهم كيحمقوني، الكاليتي واعر. عرفتو الساك ديال شي 150 درهم، شوفوا لي الكاليتي، شوف شوفوا 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 لي الكاليتي البنات، يا ربي يكون كيبان لكم داكشي مزيان. شوفوا نجبدو لنا هاد العيباتيكا، شوفوا شنو فيها عاوتاني، فيه لا سانتور ديالو، فيه هاد البزيطين، عندي بحال غوز، كيجي بحال هكا، في الداخل، مكيعجبنيش أصلا هاد الزيت، معرفتش علاش. بهدا كنكونو سالينا الميني اول ديالنا، دابا غادي نمشيو ندير شي حاجه. المهم في الجوع جيت في الجوع، تهيت نصايب شي سلطه ديال الرز مع الطون، وليت كنتشهى غير هادشي البنات. اصلا ما نكذبش عليكم، هذا الرز هو اللي غلطني، هو اللي خرج عليا الرز هاد العام، هو اللي خرج عليا، وليت مدمنه ديال ما عرفتش علاش ولا كيعجبني. صافي البنات غنمشي نصايب سلطه ديال الرز، يلاه معايا ابخي في العشيه غادي نخرج انا وسلمى عندنا واحد الغرض نمشيو نقضيو. صافي دوزوا معايا هاد النهار، يا ربي نقدر زعما نفلوغي لكم هاد النهار كامل، نحط لكم فلوغ غدا باش ما نتعطرش عليكم. سينا الا ما حطيتوش غدا راه غادي نصور لكم حتى غدا ونحط لكم بعد غدا. ماما صايبات لي مسكينه الرز كاع، ما احتاجيت كاع نتعذب البنات. شوفوا قلت لها حطي هذا ديال خوك، يلا زيد التفصيل باش نوري لكم، قالت لي حطي هذا ديال خوك. فين هو ديالي يا ماما؟ حطها لكم. ما يمكنش انا شحال مشهيه هاد الرز، دابا بحال صايبات لي ماما شي دجاجه محمره وحق الله. نحط لي دابا البنات ونمشي نتغدى. اح الله البنات، الحياه في البرد هي الماكله، ومينطا تفرجوا في شي حاجه شي مسلسل السعاده. المهم دابا غادي نقصر الرز ديالي وغادي نمشي نتفرج في المسلسل ديالي. صافي نتسنى سلمى صحيبتي تجي عندي حتى تجي عندي وصافي. المهم انا موجده راسي ما نتعطلش عليها، بحال ديما تبقى تقول لكم خاوله كتعطل عليا. صافي البنات في الصحه والراحه. مهم اخويا خالتي هذا هو الاوتفيت ديالي، لبست هاد لي اوك ندير بهم افتتاح مع هاد الساك سيرفيل الضفه. يلا نمشيو دابا يا البنات. سلمى وصلت عندي الغدا عندها. هاي سلمى شوفوا جاي عندي باش عرف فاسك وركت في الحمام ما لقيتش لي صايب ليا. شوفوا شوفوا الشتا والجو كبير، القاطي الشتا كتنقد. شوفوا شوفوا لا مرات شي مرضى غاتش مرضى، راه باينه راه بحال واحد زائد واحد كتساوي جوج، راه باينه معادله. انا دابا انا اللي كيشوف عليك خرج شعرو فازك في هذا البرد. انا شحال لك الصيف هذا عاش كل واحد البرد واحد الجو شحال ما كاينش البرد اخا، ولا عشيتي كذبي اما الا كاين البرد صاحبتي راه كنسيد الطوموبيل كاين البرد. انا كتريا نداركم بارده والله ما كاينش البرد والله ما كاين. فين غنمشيو دابا؟ نمشيو للمعارف عند واحد لابوتيك. نمشيو للمعارف شي واحد لابوتيك. المهم انتم معانا، اي حاجه درتيها البنات غادي نبارطاجيها معاكم. دابا حنايا سلمى تليفون اللي دايره به الاغاني ديشارج، قلت لها انا نغني لك ممنوع الضحك ممنوع التنمر، انا نغني لك من قلبي. يلا شفت مسكين مع الاجواء الشتويه يلا عيش ورد. شكرتيني ما بغاش تخرج بالله، ما بغاش يخليني ندخل في ليزيمونسيون ديال الاغنيه. وردة على وردة قالوا مدى جرى
والله جبت كنت صغيره كنت كنخناز وينها. قلت انا لميمة قلبي مجروح كي عليك يا قولوا لك والي اللي مشى وخلاني ليش قلبه هاني. ايش هي الثانيه؟ دمع على دمع قولوا لحبيبي اللي مشى بلا رجعه هذه هي الدنيا. شويه شويه جايه بحرك اغنيه ودي الشيخات الاختي وانت باغا تغني العيطه ادير اغنيه كامل راك كتقرا كتقرا تلحن شويه بلاش هي عليك يا قولوا لك ويلي وخلاني على شبال وهاني وكتخرجي من اللحمة صاحبتي ويلي ودرتي والله حتى شي شويه غادي ترجع شي عباد اغني خليني نغنيها صاحبتي خليني نغني دمع على دمع قولوا لحبيبي اللي مشى بلا رجعه هذه هي الدنيا حافظه ديك الاغنيه ديال يا السنطروا يا غدا وشبيل لك باع يا عمري لبيل شنو قلبي وعلي الغير من غير ما نعشق شي يمشينا وفيلم مشينا مشينا للسينما بدي فيلم وتشكينا والجمهور يتفرج فينا يا قليا وغير تكاي الباب الخدمة قال لي يا حدك تما كملي اشنو هي نجي نعطيها ليك نبغيك مشيت لعندو يا بالحبس لا يا مشيت للعوينة يا باش نشرب نزلت مني دمعة الحب ما عرفت نشرب ولا نرب حبيبي ودار هبيا قالت لي فرقي ولدي هذاك ولدك وانا حبي ردي حطيت لكم لي ستوري في انستغرام حطيت لكم لاباج معايا مشي للدار نوريكم لي ابي خديت عندهم سبابط زوينين في البنات شوفوا البنات سلمى ورايحه مشاو يجيبوا لينا خانز وبنين الصوصيص هذا شحال بنين واش منادى منادى على حسابك لا على حسابك تخلصي عليا ريحان جيبي لي ما باش ديك الحب فاش اتي ولا تسخيه سي كوا صافي شوف 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 هاد الصوص الشحر احمر ماما تشوفني كناكل فهاد الشيء غادي تريشني فاش تتفرج هاد الفيلم لا مرا تي ما فوقش على باك نريره تحيح عليا بسم الله كوكا شاشة لي ريحان ايه ريحان باش غدر من اللي كملتها ريحان وسلمى حبيبة عاد كتب بدرهم وما كيما صاحبك فانتا درهم صاحبك فانتا بثمن كوكا فانتا ارخص حاجة شوفوا لازم يجينا ناكلوا المشاوي مشاوي وما مشاوي ديال احسن العواد هيا ريحان حقا ما شفتوهاش عندي صحات يا خلاص درنا لها واحد البريك واعر خاصكم تفرجوا فيه صحة خاطر خولة قالت لها تعرض عليا فاش روح الباسه واعر شنو هي هاك باش تضرات باش تلا مراد خاصك تعرفي شنو هي الباسه الخولة الواعرة لا تعرض لك عليها تحبي عرفتي ديرها لخويا واعر هاي خوي خاتي مرحبا بكم معايا في نهار جديد مهم كما شفتوا في فلوق البارح جيت عيانه الدار مع نتوما البنات هي عندي سلمى وريحان علاش غادي نماكي ليهم بزاف كيسولوني في انستغرام بعدا كاين على قبل الميكاب بغيت نشرح لكم واحد الحاجه كيقولوا لي واش عندك صالون فين نماكي واش نجي عندك الدار انا البنات خدامه مع واحد الصالون ماشي خدامه فيه زعما كنبقى فيه النهار كامل فاش كتكون شي كليانه كيعيطوا ليا او الا نتوما زعما كيندويتو معايا في انستغرام غادي تجيو عندي الصالون سينو راه كندي بلاصه مثلا العروسه راه غدي بلاصه عندها حيت بيان سور عروسه ما تجرجريهاش معاك
وسينا انا بغيت تجي للصالون زعما دير ميك اب لي بيلاسيون شعر داكشي راكم عارفين. غير بغيت نجاوب على هاد لي كيسيون حيت كيجوني بزاف. حاجه على لي بري وداكشي دخلوا عندي انستغرام ولا انستغرام ديال الميك اب انا نخليه لكم هنايا باش تعرفوا. صافي البنات دابا غادي نجبد المكياج. ها هما وصلوا البنات. كنت كنهضر معكم تعيط لي سلمى قالت لي نحل السيروت نسولو نحل السيروت. سلمى دابا حوايج جداد اختي حضرتك قالت لي نيشان الحوايج فهمت وقالت لي ولاو عندنا حوايج جداد حط لي شراوطك حوايج زوينين كيسات شي ماما زوينين صحبت اه شي الخزي واه زوينين هادي حنا خذ هاي لا لا ما نمشي لك اتود لا يعلى على اسم حلي والقدره جديده راك حنا راه الصاله درتها غتي دابا جبت لك الصاله غتي ماي ماما وصلوا عندي صحاباتي هاي دي زامي ديري لبس عليكم دايره فلوغ انت دايره فلوغ اكيد واش شنو صافي غدير ليا ماكياج ما نديرش فلوغ اليوم غادي وانا مصوره ميني فلوغ سلمى ندير لها ماكياج ديال العروسه بلا حويجه ماكياج شوفي جماعه الكساوي اللي هادي هادي مشكل هادي اصعب وجه في العالم انت بعدا كيخصني نبقى ندير لها الكونتور هنا ندير الكونتور تي ندخل للبلاصه انا صحتي قاعده تلقى معايا مشكل داكشي خفيف ضربين نضحك معاكم نقول لكم ريحان اللي كتجيني الحاجه الصعيبه في وجه صبغتي حجبك عاوتاني والله لا ما كيت لك ما انا ما كيت لك كيت لي بالعالي والله ما كيت لك انا بدك الحجبين تحمل عالي درتها مستحيل لا سلمى ما غنضحكش درتها مستحيل لك بالعالي لا عارفه انا غادي الماكينه انا ما عارفه البارح حبيت انا مشيت صبغت انا ما كنتش اللي ديما بحال حتى البارح بالليل عاد صبغ الماكله انا كلس طقيت امشي غطي دغيا سمعي هو حق الله البارح حتى فاش عيطت لسلمى قالت لي راه ما بقاش هذا صافي انا ولكن راه صافي قالت لي ما بقاش هذا صافي انا دابا شفتوا شهدوا على هذه الا ما طلعتش زوين عارفه من هاد الصباغه كحله دايره ليا في حجبان راه ما يمكنش راه الصباغه ما كتخلينيش نخدم الحاجب انا زيك كنقولك قلت له راه صافي النهار اللي المره اللي فاتت فاش ما كيت ليها ايه شوفي غنخفف لك بالدسيلفون كنت مسح بالدسيلفون صافي مسحيها انت مسحيها حيت امبوسيبل عرفتي دايره ليا الصباغه كحله المهم البنات شوفوا سلمى قبل علاش كضهري شوفوا وجهي كامل وشوفوها من بعد فاش غادي نسالي لها الميك اب ما تبقيش دومي بزاف ما تخشيش لي كاميرا في وجهي شوفوا البنات سلمى كي جات ما شاء الله جات كتحمق جات فنه 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 شوفوا البنات المشيطه اللي اختارت سلمى ندير ليها ها هي اختارت مشطه مجموعه البنات شوفوا من اللور شوفوا وشوفوا سلمى كيفاش كتبان صحتك كي جاك مكياج غزال وعاد تخاوله ما شاء الله يلا نوضي نوبتي شي جميل جدا شكرا يا زوين يا اختي جفن دابا انا ما عرفتش تقولي غسلي وجهك مستحيل انا نغسل لك وجهي دابا البنات نوبت ريحان شوفوا ريحان ديجا لبست لي لونتي درت ليها لي لونتي غري وصافي خليكم باش تشوفوا الريزلتا شوفوا لي يا ريحان كي جات جات كتحمق ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على صحيبتي شحال جات فنه شوفي لتحت شوفوا البنات ريحان كي طلعات هي اختارت السموكي قالت لي ديري لي سموكي قلت لها غنديرو لك بالماغون وما غمقتوش ليها بزاف ما درتوش لها فرونسي بزاف شوفوا او ماي جاد جيتي فنة 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 كتحمق صافي هادي يدك غطبعي وجهك كي جاك راسك ريحان جيت بومبا كنعطي صاحبتي 10/10 ومكياج خاوله والله حتى واعر حتى مباشره ما كت ماشي راه اصلا جاتك المشيطه اللي درت لك ما في حق وريهم دوري ليهم هي اللي بغات هاد المشيطه بحال هكا تكون مرخيه وهابطه لتحت المهم كاع داكشي اللي قالتو لي درتو ليها كيفاش طلع داكشي كما بغيتي والله حتى واعر قسما بالله وماشي غير حيت الكاميرا حتى مباشره اصلا يوتيوب ما فيهش الفلتر باش تعرفوا هادي وحتى مباشره المكياج سوفت فهمتي هذاك المكياج اللي كيعجبنا حنا كاملين نشوفوا راسنا فيه كيبان لنا في انستغرام وداك وحق الله تا خوله كتسرع بحالو الميك اب واللي بغى شي حاجه يدوز عند خوله يا اختي ما كتشكرينيش حتى صاحبتك والله والله ما كنش عقلتي داك عقلتي اول ما كانت خوله ما كانت ليا في الفيديو اللي قبل شحال هذه
دايره مع شحال اكثر من 6 شهور ولا 7 شهور كنت قلت لها انا ما نعطيكش 10 على 10 حيت كانوا عندي شي ملاحظات، ولكن دابا قلت لك نعطيك 10 على 10 قسما بالله على العظيم. حيت فهاد المده تعلمت صراحه عاد باش تعلمت ديال بصح وحق الله العظيم دابا كنعطيها 10 على 10. شوف عاد اول مره غنخدم السموكر بنات زعما كبيره هاد. انتما بوحدكم غتعطيوها 10 على 10 بلا ما نقولها انا كنبغيكم. المهم هنايا غادي نسدو لكم هاد الفيديو. البنات اللي خصها حتى شي حاجه في مكياج غنخلي لكم باج انستغرام ديالي ديال ميكاب، دخلوا مرحبا بكم كاملين اخوي خاتي الفنات الزوينات ديالي. غنفرح الا ماكيت لشي وحده فيكم وصافي، قول لهم باي 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 باي.